أهلا بكم في مرايا. الحرب ليست إلا فصلا من فصول السياسة تكمل ما عجزت السياسة عنه، والسياسة إذن هي المرآة التي تعكس قوة الدولة، قوتها المعنوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأخيرا قوتها العسكرية. السياسة تلخيص لكل هذه الأرصدة من القوة، وفي نفس الوقت هي تثمير وتضخيم وتعظيم لهذه القوة من خلال ترجمتها على شكل رؤى وحلول وموائمات سياسية. السعودية تعي هذا، وهي حين كونت تحالف العرب ضد إيران في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لم تكن تراهن فقط على الحل العسكري، لا، الحل العسكري كان مجرد بوابة للحل السياسي، فهو يعني الحل السياسي هو الغاية النهائية لكل ما يجري على أرض المعركة وسمائها أيضا منذ القديم. وهذه السعودية تسخر سياستها لحماية وتنمية مصالحها في المقام الأول، ومن خلفها مصالح جيرانها العرب والمسلمين، ولم تكن تسلك سبيل التخريب وإثارة الفتن الأهلية في المجتمعات الأخرى. ولذلك تحولت الرياض، رياض سلمان بن عبد العزيز، هذه الأيام إلى عاصمة لقوة العاصفة، ومحور للسياسة العربية والإقليمية، ومنطلق للمبادرات، وموئل للحلول، ومعقد للأمل، وحل أخير. حين جد الجد في سوريا وأوشكت شجرة المعارضة الوطنية فيها على طرح ثمرها، كانت الرياض هي بستان هذه الشجرة، وكذا كان الأمر مع اليمن، لا بد من الرياض. وبصفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحوار الوطني، فأنني أقترح عليه نقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون الخليجي بصفة الوطني، بصفة صاحب المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية في الرياض. الرياض هذه الأيام تكاد تكون يمنا مختصرا، فيها كل أطياف القوى اليمنية من شمال وجنوب، أهل اقتصاد وأهل سياسة، عسكر ومدنيين، ومن اليمن للشام لا بد من الرياض أيضا. ودعا القادة المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء هذه الأزمة، مع التأكيد على الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروع، والترحيب بمؤتمر في الرياض للمعارضة السورية لوضع خطة إدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد. الأمل في لم الصف ونبذ الفرقة وتوحيد الجهد لأهل الشام واليمن معقود على يمامة الرياض، وقد كانت الرياض دوما على الموعد مع الحلول وعون العرب والمسلمين بسياساتها قبل جيشها منذ القديم. في عهد الملك عبد العزيز استقطبت الرياض مختلف الزعامات العربية والأجنبية عام 1948 من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. أسست السعودية رابطة العالم الإسلامي في عام 1962 ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969، واحتضنت المملكة مقريهما. تقدمت السعودية بمبادرة للم شمل الأطراف اللبنانية المتنازعة في سبتمبر 1989، تم بموجبها إنهاء الحرب الأهلية وفقا لاتفاق الطائف. في عام 1985 ترأست السعودية لجنة لتنقية الأجواء العربية لرأب الصدع والمصالحة بين الأردن وسوريا والعراق، وأثمرت تلك الجهود عن تقريب وجهات النظر ولم الشمل. في عام 1992 حمل الملك فهد قضية شعب البوسنة والهرسك إلى المحافل الدولية، ومارس كل الضغوط على الدولة الصربية من أجل تمكين دولة البوسنة المستقلة من تأمين حماية شعبها. في عام 2002 تقدمت السعودية للقمة العربية في بيروت بمبادرة السلام العربية من أجل حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي. في عام 2007 بادرت السعودية بعقد قمة مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين من أجل وقف الاقتتال بينهما وتأسيس حكومة وطنية فيما عرف باتفاق مكة.
قادت السعودية مجموعة مصالحات سياسية آخرها المصالحة المصرية القطرية عام 2014. هذا النهج كان موجودا منذ أيام الملك عبد العزيز، وقد كان عبد العزيز ملاذا للأحرار العرب الذين كانوا يعانون المرين من عهود الاستعمار أو غيرها، واستمر هذا الأمر. ففي عهد سلمان وفي أوضح مثال للحزم العسكري باليمن كان هاجس الحل السياسي هو الأساسي، وكان شعور السعودية بمسؤوليتها الكبرى ليس تجاه نفسها وحسب بل تجاه إقليمها وجيرانها هو الحاكم للعقل. وهنا الأمير خالد الفيصل يلقي كلمة الملك سلمان أمام أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي بمكة مؤخرا. هبت المملكة العربية السعودية ومن تضامن معها من الدول في عاصفة الحزم لتلبية نداء الواجب في إنقاذ اليمن وشعبه الشقيق من فئة تغولت فيها روح الطائفية فناصبت العداء لحكومة بلدها الشرعية وعصفت بأمنه واستقراره وأخذت تلوح بتهديد دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بدعم من جهات خارجية تسعى لتحقيق أطماعها في الهيمنة على المنطقة وزرع الفتن فيها دون مراعاة لما يربطها بدول هذه المنطقة وشعوبها من أخوة إسلامية وقوانين وأعراض دولية. لا سياسة رشيدة ومثمرة ما لم تكن واعية بمصادر قوتها، راشدة في توظيف هذه المصادر، سليمة الطوية، لا تضمر غير ما تعلن في الاستراتيجيات طبعا وليس في التكتيك. قوة السياسة هي من قوة الدولة وقوة مسارها وضميرها، ودولة بلا سياسة هي كيان أعمى، ودولة بسياسة معطوبة هي كيان خطر على نفسه وعلى الآخرين. لذلك كانت السياسة السعودية مؤثرة وحميدة وناجعة ومفيدة لنفسها وللآخرين. قال عنترة بن شداد: أولم تكن تدري نوار بأنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. إلى اللقاء.